كوكو عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حار وحلو. اليوم باش نطيبوا حاجة مالحة ومشخشخة بالقدا، باش نعملوا كفتة بالنازالي ومعاهم صوص تاع طماطم. انا الكفتة بالنازالي نحبها ملي صغيرة، تعجبني على الاخر. اون بلوس هانا بشوفوا لي زيتاب الكل كيفاش تجيكم فيه بالقدا. اول حاجة لهنا خذيت طنجرة فيها شوية ماء، قارص ومعدنوس هو اللي باش نطيبوا فيه كعبات النازالي اللي قبل. باش نعملو لهم صامتة خفيفة مع نكتة ملح، وباش نزيد فيهم شوية بصل باش كيكة تفوح كعبة النازالي. فالا وتوا باش نحضرو الصوص، نشعل النار ناخو شويه زيت غزاله تريو دور وباش نحميه شويه قبل ما نحط فيه البصل باش البصل يتقلب القدا. انتر طون باش ناخو دوبل كونسانتري نتاع الطماطم نتاع سيكام، اون بلوس تبدا حمرا بالقدا ما نستحقش نحط برشا. مغرفه باش نحط الهريسة المحرحرة والبنينة تاع سيكام، نحرحروها. وديما انا نحب كي نحل الهريسة والطماطم في الماء تسهل لي عملية التقلية، نحلهم هكا. الزيت سخن دونك باش نحط البصل، خليوه يتقلب. توا نكملو نحلو الطماطم. وتوا فرد مرة باش نفوح الطماطم باش نحط ملح وفلفل أكحل، وباش نحط التيبل، التيبل يفوح بالقدا الطماطم. بيان سور التشخشيخه، نكته كركم وفلفل احمر، ونزيد نخلط. هاكا البصل اتقلى وبدا يولي دوغي، دوب ما يبدا يولي دوغي نحط الطماطم ومع الطماطم باش نحط الثوم. ديما جو بريفير ما نحطوش مع البصل من الاول باش ما يتحرقش الثوم. ونخليوها تتقلب القدا، وكل مره نبداو نزركولها في الماء بشويه بشويه باش تتقلب من غير ما تتحرق. هكا اقعدوا عسوا عليها. لهنا عندنا كعبه النازالي. كعبه النازالي وكنقول الحويج نحي لهم راسهم وكرشهم فرد مرة. لهنا الماء بدا يسخن وبدات ريحته زادة تطلع، باش نحط كعبة النازالي. دوب ما يهزو غلوة، يهزو غلوة ويبياضوا، ومن بعد نفتفتهم ونرجع لكم. الحوت فتفتو بسهولة تامة خاطر النازل اللي راهو ما فيه شيء، تعمل هكا يتنحى الكل، اون بلوس ما فيهش برشا شوكل. وتوا باش نحط بطاطا طيبتها ورفستها، وباش نحط معدنوس، وباش نحط جبن، جبن مرحي، وباش نحط شابلور باش تشد روحها بالقدا، ونفوح بالتفويح. نحطو ملح، ردوا بالنا من الملح خاطر ديجا البطاطا صمتها في الملح والحوتة زادة في الملح وبالجبن، دونك ما نكثروش. باش نحط تيبل وكروية ونكتة فلفل أحمر، فما زادة اللي يحبوا يحطوا فيها الهريسة في وسط الكفتة، وتشايشة كركم
وتوا باش نعجنوها مليح وبعد نزيدوا العظام. ونزيدوا شويه عظام باش يكونوا شادين رويحهم، كي نقليهم ما يتفرتوش لازمهم يبداو يتلصقوا شوي. نحط ليكيفالون تاع عظمه ومن بعد عيني ميزاني. سي بون ريتوها هايكا كيفاش تبدا كيما قلت لكم تتلصق شويه. باش نمسح يدي بالبابي ليلا ونعبي القليه بالزيت باش نقلي بالزيت تريودور نتاع غزاله. نشعل النار ونحط زيت كونتيتي باهية باش كعبات الكفتة يعوموا في الزيت. entre temps باش نعملو كعبات الكفتة. قبل كل شيء باش ناخذ صحن نحط فيه الفارينة متاع وردة خاطر باش نبطنوهم في الفارينة باش يبداو يشدين رويحهم. الفارينة هكا وتوا باش نعطيكم أستوس كيفاش تعملوا الكفتة من غير ما تلصق في جيكم ولا كيفاش تكعبروا اللحم ولا أي حاجة. اتبلوهم بشوية ماء تخليوهم نجين وتبداو تعملوا في الكفتة ولا المبطن ولا الكعبر. هاوك بليناهم شوية توا تجي بسهوله في يدنا وما تلصقش زيت. نعملو هكا هايكا كعبت الكفته محليها ونحطوهم في الفارينه. ومن بعد قبل ما نقليهم ندوروهم بالقدي في الفارينه مشيرات الكل. وهذه الكعبه الاخرى نحطها في الفارينة. الزيت انتر طون حمي. توا كعبيت الكفته باش نزيد ندورهم في الفارينة بالكدا. علاش ندورهم في الاخر باش كيكا يجي ما تبداش ملبزه بالفارينة وبعد نبدا نعمل في الكفته وكل هكا اسهل. ننفضها بالكدا ونحطها ولا مشيرات الكل بالفارينة وما تبداوش تقلبوا تشقلبوا نقلبوها مره وفات الحكايه. ونخليهم حتى لين يحمروا، ما تخليهمش يكحلوا برشا يتلونوا بالقدي. سي بون هاكم تقلي وكعبه الكفته لونهم ولا دوغي بالقدي. ما تستحقوش باش تغمقوهم برشا راهو باش نخليهم يستقطروا جوست نكتة. انا الحق ديما كي نقلي حاجات خليهم يستقطروا نحطهم في الصفية، ما نحبش نحطهم على البابي خاطر في الصفية الزيت يتنحى ما يقعدش تحتهم ريكح. والصوص حضرت من قبيليكا مرقتها بشوية ماء مش برشا باش طابت وهيك حضرت. نحط الصوص نهزو شويه منك الزيت تاع الصوص حطوها في الصحن ومع رشه معدنوس ديما نحب هينك الرشه تاع المعدنوس. وتوا كعبيت الكفته نزينوهم هكا وفيت الحكايه. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الغسيت بتاع اليوم. هاكا ما تنسيوش نجمو تلقاوها على الباج فيسبوك متاع الكوجينة بالمقادير وبالدنيا الكل. ان شاء الله تعودوها. وانا مقعدلي باش نقولكم كي ان شاء الله نتقابلو في الحلقة الجاية من حار وحلو. تشاو تشاو.